نعم طبعا كما كان متوقعا حيث أشرنا إلى أن هذه الصواريخ التي أطلقت على أربيل لا تشبه القصف في المرات السابقة بصواريخ الكاتيوشا أو بمسيرات طائرات الدرون هذه الصواريخ جاءت من اماكن بعيده وفعلا اشارت مديريه مكافحه ارهاب في اقليم كردستان العراق وكذلك وزاره الداخليه اكدت نفس التوجه بان هذه بانها صواريخ بعيده المدى باليستيه وقادمه من خارج العراق وحددت الجهه بانها من جهه الشرق طبعا لم يشيروا بالتحديد الى مثلا ايران لان يعني باعتبار ان ايران هي الدوله الوحيده التي تقع الى شرق العراق ولكنهم اشاروا الى ان التحقيقات بدات للوصول الى الجهه التي تقف وراء هذا القصف رغم ان بعض المواقع او بعض المصادر المحليه نقلت عن مصادر ايرانيه لا نستطيع التاكد فيما اذا هي رسميه او غير رسميه بأن بأن إيران يعني تبنت حسب هذه المواقع هذا القصف ردا على مقتل قيادي قياديين لها. في سوريا لكننا لا نؤكد باننا لا نستطيع التاكيد حول هذا الموضوع الا اذا فعلا صدرت صدر هذا من جهات رسميه داخل الايران، ربما علينا الانتظار الى ساعات اخرى لتتوضح الصوره بشكل افضل فيما اذا ايران هي ستتبنى او او لا هذا الهجوم على القنصليه الامريكيه، طبعا القصف لم يصب مباشره مبنى القنصليه الجديد الامريكي وهو وهذا المبنى يتعرض لهذا القصف لاول مره، سابقا كان القنصليه القديمه داخل القنصليه القريبه من مطار اربيل اضافه الى قاعده امريكيه عسكريه داخل مطار اربيل تعرضت لمرات عده الى القصف، لكن مبنى القنصليه الجديد لاول مره يتعرض لهذا القصف، طبعا القصف كان عنيفا الانفجارات كانت عنيفه يعني اقوى بكثير مما كانت تحصل سابقا إلى درجة أن جميع أهالي أربيل شعروا بهذه الانفجارات <applause>